السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال. كيف كتشوفوا معايا، شحال هادي ما بارطاجيت معكم شي وصفه طبيعيه، ولكن اليوم غنبارطاجي معكم هذه الوصفه اللي غادي تساعدكم على تجنب تساقط الشعر وغادي تقوي لكم الشعر ديالكم. هذه الوصفه فيها واحد 3 مكونات رئيسيه. عندنا البصل الاحمر، وكذلك عندنا الثوم، وكنا كنعرفوا فوائد الثوم والبصل، كيعمل على تدفق الدم الى فروه الراس، وكيعزز من تغذيه الشعر والنمو ديالو، وكيساعد كذلك في تنظيف البصيلات. ودابا المكون الثالث اللي هو الرئيسي وهو السدر. هنايا غادي نستعملوا السدر، والبنات بطبيعه الحال غادي تستعملوا بالقدر ديال الطول ديال شعركم، على حسب كل واحده والطول ديال شعرها، وعلى حسب كل واحده والكثافه ديال شعرها. كذلك السدر كيقوي الشعر، كيقوي البصيلات ديالو، كينظم افرازات فروه الراس، وكيلعب دور مهم في كثافه الشعر. ولكن كاينين بزاف البنات اللي كيتشكاو من انه تينشف ليهم الشعره ديال الراس. دونك باش نتفاداو انه ينشف لكم الشعر ديالكم، كيف ما كتشوفوا انا هنايا ضفت عليه 3 المعالق ديال زيت زيتون، وغادي نزيد عليه زيت الخروع. يمكن لكم تزيدوا زيت الكوكو، اي زيت عندكم في الدار، يمكن لكم تزيدوا زيت اكليل الجبل، يعني اي زيت عندكم في الدار. ضروري انكم هذه الوصفه تضيفوا لها الزيت باش الشعر ديالكم ما ينشفش ويبقى زوين، باش تحصلوا على نتيجه مرضيه. دابا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، غناخد كاسرونه وغادي نضيف عليها هذاك البصله، وغادي نضيف عليها كذلك الثوم، وغنزيد عليهم واحد جوج كؤوس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نديرهم يطبخوا. دونك البنات منين نديرهم يطبخوا خاص الماء يكون كونسونطري ويكون قليل. مني غادي نطبخ هذاك الماء، غادي نضيفو على المكونات ديالي اللي هو السدر، وهداك الزيوت اللي ضفتهم للسدر. وكتعرفوا البنات السدر فهو شويه صعيب في التخلاط، دونك راه تيبغي الخاطر، غادي تبقاو تخلطوه بشويه بشويه. انا شعري حتى الاكتاف ديالي يعني تقريبا كاغي، ماشي طويل بزاف، ودرت ثلاثة ديال المعالق. يمكن لكم تكتفيو بجوج معالق، يمكن لكم كذلك ديروا 3 المعالق الا كان شعركم طويل، يعني على حسب كثافة وطول الشعر ديالكم. هنايا البنات كتشوفوا بان الخليط ديالي باقي ما تمززش مزيان، دونك غادي نضيف عليه كاع هذاك الماء اللي عندي ديال البصل والثوم. وفي حاله البنات الا ما تجانسش لكم الخليط، يمكن لكم تزيدوا عليه الماء اللي يكون دافئ بطبيعه الحال. كيف ما كتعرفون قلت لكم بان هذاك السدر راه كيلعب دور مهم في زياده كثافه الشعر والتطويل ديالو، وكيمنح كذلك الشعر المزيد من البريق واللمعان، وكيجعل المنظر ديالو حيوي وجذاب، وكيساهم بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر، ويعالج مشكلة الشعر الخفيف. انا شخصيا هاد الوصفة كتروقني وكتصلح ليا، وحتى بزاف البنات كيستعملوها وتتعطيهم نتيجة. دونك انا يا داكشي علاش بغيت نبارطاجي معكم هاد الوصفة اللي كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا انا راه مازال تنخلط باش يعطيني الشكل المتجانس. وحدكم نتوما كتخلطوا راه تيولي مرغوي، هو راه الشكل ديالو كيجي بحال شي شامبو، بحال ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، يعني كيجي لازج، هو كيولي لازج، لان هذوك الاوراق ديال النبق راهما نورمالمون كيكونوا ملي كيطحنوا وكتزيد عليهم الماء كيوليو لاجزين. دونك هذه هي الكميه اللي غادي نديرها شعري. بطبيعه الحال نتوما ملي غادي ديروها لشعركم خصكم ديروها على الشعر، سواء يكون نظيف ولا غير نظيف، انتم غادي ديروا هذه الكميه وغادي تخليوها
ترتاح في شعركم لمدة ساعتين حتى 3 سوايع وتغسلوه بشامبو مضاد للتساقط. كنتمنى ان الوصفة ديالي تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء.